مناظر جميلة أكيد من برقش والتظاهر والتجمع. عروبة صباح الخير. صباح النور. أهلا روان. هلا ملح نعمل كيكة السمك وال... إن شاء الله عندنا تشيز كيك الفراولة طبعا قليل السعرات. ناخذ مقادير بشكل سريع عروبة. تمام. نشوف المقادير أكيد على الهواء. بالنسبة لكيكة السمك 100 جرام سمك فيليه، 250 جرام بطاطا، ملعقة صغيرة مارغرين، ملعقة كبيرة بقدونس مفروم، ملح قليل وفلفل قليل، بيضة، طحين، أرشلة، زيت قليل. بالنسبة لتشيز كيك الفراولة قليل السعرات مقادير 400 جرام جبنة القريشة، ربع كوب كريمة سائلة قليلة الدسم، ربع كوب ماء مغلي، مغلف جيلاتين، ملعقة صغيرة فانيلا، ثلاث ملاعق كبيرة سكر، كوب فراولة مع فراولة للزينة طبعا، 10 حبات بسكوت قمح و40 جرام زبدة. هلا انا عم بقطع 250 بطاطا جرام بطاطا، يعني تقريبا حبه بطاطا كبيره. رح اقطع البطاطا لقطع هيك عشان نقدر نسلقها. اوكي. والحلو بالستيمر انه انت بتقدري شو اسمه تستخدمي شغلتين، بتحضري شغلتين بنفس الوقت، بتسلقي البطاطا وبتحضري السمك تحتيها مثلا، نفس الشيء. هلا انا هون غاليه مي. اوكي مي. اوكي كيف اللي هي المي. المي عم تنغلى، رح احط البطاطا عشان نسلق البطاطا. اوكي. ورح احط السمك فوقيها. اوكي. هلا بتشوفي بهاي الطريقه انه احنا بنقدر نحضر شغلتين او ثلاثه بنفس الوقت، تقدري كمان تحطي خضره. اوكي. هلا بس بدها شوي. رح احط السمك فوق، رح ينطبخ على البخار. حلو. هلا هاي الستيمر نقدر نستخدمها لكثير من خاصه الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه، سوء هضم او كذا، ما بقدروا يستخدموا ياخذوا كميات كبيره من الفاس، نقدر نستخدمها للخضار لكذا. اها. بس رح اقطع فيها السمكه. بس قطعتين عشان اسهل انه يستوي. اها. وسريعه هي بالطبخ. هلا عندنا 100 جرام تقريبا وحده سمك. هلا بتعمل لنا خمسه فيش كيكس بتخفي لشخصين طبعا، اذا بدك كمان بتزيد الكميه. اوكي. رح احط السمك بهذا الطريقه. رح تعمل لنا تنتين فيش كيكس ولا وحده؟ وحده. رح تعمل خمس حبات. خمس متوسطين. اذا بدنا كمان طبعا بتزيد الكميه. هلا رح اتركها على البخار. هلا هي لما تستوي يمكن اخر الحلقه اذا ضل وقت بورجيكم كيف لما تستوي. انا محضره. قديش تقريبا بتتركيها على البخار؟ بدها تقريبا ثلث ساعه. ثلث ساعه. اوكي. هلا انا محضره بهي الطريقه، عندنا البطاطا المسلوقه بعد ما ناخذها بنهرسها، السمك كمان بيستوي اذا ضل وقت بالاخر بورجيكي كيف لما يستوي، برضه بتهرسيه، بنحط عليها معلقه بقدونس مفروم ونص معلقه صغيره مارجرين نباتي، وبنحط ملح وفلفل، بتصير بهذا الشكل زي العجينه. ملح وفلفل و بقدونس ومارجرين والبطاطا المسلوقه مع السمك، كله بنهرس بصير بهذا الشكل عجينه. هلا رح اشكلهم بهذا الشكل، رح نعملهم زي حجم البرجرز. انت بتقدري تعملي حتى تتحكمي بالحجم اللي بدك اياه. بس اخر شيء ربع بس خلصيهم تقليهم ولا قلي خفيف بس انا كل شيء مستوي بتلاحظي بس عشان ياخذ اللون ويكون بس كله مستوي. اوكي. هي كثير مفيده كمان للاطفال اللي ما بحبوا السمك وحابه طعميهم سمك بالبيت، يمكن طعم البطاطا بيكون غالب عشان هيك والبقدونس، فهذا الحلو فيها انه انت بتقدري تطعميهم. عرفتي كيف؟ هلا البطاطا حكيتي لي بتحطيها تحت عند المي المغلي. البطاطا تحت، لاحظي في فرق، البطاطا عم تنسلق تحت والسمك عم بيستوي على البخار، وبخار البطاطا عم بيطلع بالضبط بيستوي السمك. السمك طبعا بيميزه انه بيستوي بسرعه، فيعني طبخ على البخار كثير مناسب للسمك. شوفي بنشكلهم بهذا الشكل. هو احسن تحضريهم تخليهم بس على 10 دقائق يبردوا. اوكي. 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 انا هيني محضره، هي وحده خمسه حسب الحجم اللي انت بدك اياه. هاي وحدة فيليه صح اللي فرجتينا اياها تقريبا؟ وحدة سمك فيليه. فبعمل خمسة. تعمل خمس قطع، كل وحدة تقريبا بعد ما نحط عليها نقليها وكذا بصير في، يعني هو مش قلي قلي، يا دوب يعني معلقة زيت عشان يتحمر. عرفتي؟ احنا ما بنستخدم القلي العميق. الفيليه الواحدة بدها كم حبة بطاطا؟ وحبة تلاحظتي وحدة فيليه وحدة حبة بطاطا 250 جرام، يعني حجم كبير شوي. اوكي. جد هيك فكرة حسها أول مرة بشوفها. هي يعني فكرة غريبة. معناها سهلة سهلة كتير.
وفيها تقريبا الوحده يعني تقريبا 110 سعرات حراريه، يعني قليل كثير السعرات الحراريه فيها، ومفيده سمك يعني عم تاخذي نشويات وبروتينات وعم تاخذي سمك بطريقه يعني ما بتحسي بطعم السمك. عرفتي؟ هلا بعدين بنحطهم بيضه مخفوقه. اوكي، حطهم بالبيض. بس يكون كتير مغطس، يعني انه مش مغرق بس انه كله مغطى عشان يكون شو اسمه ما يفرط معك، او ما كله يكون مغطى القرشلة ما تغلبك. هاي الثانية، هاي الثالثة، وهلا بنحط القرشلة. حتى القرشلة احنا ممكن نعملها بالبيت، انا مرات كثير بعملها بالبيت بس اليوم ما قدرت احضرها. جايبه قرشلة جاهزه اللي هي بتجيب طحين اسمر. انت بتعمل قرشلة؟ توست اسمر وبتحمسيه بالفرن وبعدين بتحطيه بالبلندر. اوكي بس راح اغير عشان يصير اسهل علي. طب هاي ممكن نعملها زي الهامبرجر او شيء انه زي البرجرز. اكيد حطها بخبزه وعادي يعني. بتقدري بس هي اسكى مع ايش؟ مع رز ولا اسكى مع ولا اسكى لحالها؟ لحالها مع سلطه بتاكليها. لحالها مع سلطه. حط عليها القرشله، اوكي تغطسيها كلها. اوكي بهذا الشكل، هو هذا اللي بيعطيها نكهه كمان القرشله، كل شيء مقرمش. خاصة الأطفال بحبوا أي شيء مقرمش. بحبوا هاي، يعني أي شيء فيش فينجرز أي شيء كذا بحبوا. هلا السمك أشوف إذا يعني بتحسي بدأ يتغير لونه بس لسه ما استوى. أوكي بس لازم يعني شوي يسخن. أوكي نبدأ بكيكة الفراولة، التشيز كيك عبل من هذا. أوكي برضو نعيد المقادير آخر مرة. بالنسبة لمقادير التشيز كيك الفراولة، قليل السعرات طبعا، 400 جرام جبنة القريشة، ربع كوب كريمة قريشة اللي هي الكوتش تشيز بسموها. أيوة. هلا بنحكي عنها. ربع كوب كريمة سائلة قليلة الدسم، ربع كوب ماء مغلي، مغلف جيلاتين، ملعقة صغيرة فانيلا، 3 ملاعق كبيرة سكر، كوب فراولة مع فراولة للزينة، 10 حبات بسكوت قمح، و40 جرام زبدة. هاي بالنسبة لمقادير تشيز كيك الفراولة طبعا، قليل السعرات معروبة مشربش صح. انا جايبه بسكوت، هذا بالسوق بتلاقيه، غير البسكوت العادي غني بالالياف، ما فيه ترانس فاتي اسيد هاي الضره، وما فيه كوليسترول. بتقدر تنقي، احنا ننقي البسكوت حتى الصحي حسب الليبل موجود عليه. طبعا انا مستخدمه زبده 25% دسم اقل، بنقدر كمان نلاقيها هاي بتنتهن، فنسبه الدسم فيها اقل. عاده بنستخدمه لهي 40 جرام، عاده بنستخدم احنا 100 جرام او 150 جرام للتشيز الكيك العادي. بس راح ادوبها بال وبهذا الوقت ممكن ادوبها عشان نحطها مع البسكوت تصفي زي القاعده. هدول بتحطيهم اخر شيء بالفرن ربا ولا بس بالثلاجه؟ لا بالثلاجه بس بالتلاجة. شوي القاعده بدها بالفرن شوي. اوكي هاي عم تدوب عشان نحطها على البسكوت ونحضر الخلطه اللي جوا. هلا بس تدوب الزبده بتضيفيها على البسكوت تحطيها قاعده. قاعده زي التشيز كيك العادي. عندنا كمان كريم، احنا لايت قليل بالدسم، ربع كوب. ربع كوب راح نحط عليه 3 معالق سكر كبار بس. اوكي وراح نخفقهم مع بعض على الخلاط. اوكي خلينا نخفقهم. سكر شوي صعب يذوب صح ربا؟ هلا بالخلاط راح يخلط مع بعض. راح اخلطه بالخلاط. اوكي هلا هاي راح احط القاعده ونحطها بالفرن. مرات انا بحط ورق شمعي تحت عشان ما يغلب بالتقطيع. بصير يعني انا باللي مجهزيته حاطه ورق شمعي. وبتحطيها بالفرن قديش وعلى قديش؟ بالفرن يعني بس هيك شوي عشان هذا يعني 5 دقائق بس عشان هيك تتماسك مع بعض. اوكي حراره ما بتفرق 150 160 بتحطيهم وبتسويهم. اوكي راح احطها. بدك نبلش بالقلي ربا؟ اوكي
بدك هاي ولا هاي ولا كلهم؟ ما بنفرق، هلا بنشوف قد ايه. شوف مين اذكى، انا قرشه اللي قال. هذا اختبار للقرشه اليوم. نحط ثلاثة أو أربعة مع بعض. أوكي. في كمان بتوسع واحدة. ثلاثة بوسعوا كمان إذا بدك. أوكي. بس تحمير على الوجهين، عرفتي كيف؟ أوكي. على الوجه هذا وعلى الوجه هذا. احط هذا بالفرن. اللي بيميز انه هاي القليله كثير بالسعرات، لانه عندنا جبنه الكوتج. هاي جبنه الكوتج كثير مناسبه للناس اللي بيعملوا دايت، لانه ال100 جرام فيها 107 سعره حراريه، كثير قليل من الجبنه الثانيه، وكثير نقدر نستخدمها بديل. طعمها زي طعم الجبان الثانيه الزاكيه كمان، انا كثير بحبها. بس الجبان الثانيه تقريبا قديش سعرات حراريه؟ اكثر، يعني ممكن تكون الدبل مرات. أوكي. اذا كان نوع انواع جبنه معينه بتكون كثير كبيره. اوكي، رح احط هذا بالفرن. اوكي، اوكي، رح اخفق الكريمه بهذا الوقت. اوكي، اها، ايش بتحطي بال الكريمه؟ حطينا احنا 3 معالق سكر. وكريمه كريمه قليله الدسم. وهلا بتضيفي عليها اكيد الجبنه. لا هلا مع الفراوله. اوكي، هلا بس راح اخفق الستروبري. اوكي، اوكي، بالخفاقة بالبلندر. هلا روبا، انت امبارح معامله نفس الاشياء كيف؟ محضرتي لنا الكيكه جاهزه من امبارح. انا غاليه مي، بس عندنا مغلف جيلاتين، هلا بخليك تحركي لنا اياه. اوكي، لك هذه بس هون، دير بالك. عندنا جيلاتين، طبعا هو من الناحيه الغذائيه ما له اي نوع فائده غذائيه. أوكي. هو بس احنا بس عشان اللون. التخثير، لا عشان يخثر، يتماسك مع بعض. راح نحط عليه ربع كوب من المي المغليه. ونحركه عشان يدوب. هلا بفك اوكي، نحط عليه كوب وندوب. الدوبير يلا اللي عم بتشوفيه. لا مش مشكله، هي استني خليني اشوفهم، خليني اشوف تقريبا بس هالحبين هون. اوكي، هي دابوا. هذا قلتي لي مخفر، ايش بيعمل؟ عشان تتماسك التشيز كيك كله. أوكي. مع بعض. تقريبا خلصوا هدول. اوكي، هذا خليها شوي تبرد. هلا انا راح خفقت الستروبري. راح اخفق الجبنه. اوكي، وراح احط عليها الستروبري. اوكي، والفانيلا. بعدين بنحط الجيلاتين والكريمه. جبنة الكوتج. اوكي، رح احط عليها خليط الستروبري. هاي جاهز للناس طبعا اذا ناس بنشوفه، بس لسه لازم نكمل طريقه التحضير عشان يعرفوا. هلا ايش عم بتضيفي ربا؟ هلا بنحط الفراوله، اللي كوب من الفراوله. ضفتي على الكوتج تشيز وضفتي على الكوتج فانيلا. فانيلا والفراوله. واللي رح. اوكي، زاكي. ممكن واحد يشربه هيك من غير كيكه ولا شيء. هو اذا مع كريمه ممكن او حليب. أوكي، خليني نجيب صحن لل. اوكي، هاي عندك هذاك صحن. اوكي، اعطيني اساعدك. أوكي، حطي الكيكه اذا بدك. بس رح ازينهم شوي. مش مشكله، هلا هدول رح اخفقهم مع بعض. اوكي، اوبا. لا انا بس استنى.
اسمعي هلا بس تخلطيهم، بما انه لازم هلا بس تخلطيهم ايش بنحطهم فوق فوق البسكوت؟ هلا بقول لك. اوكي على اساس اظن لازم ننهي ربا دقيقة. هو دقيقة بسقين هاي امشي هون. هلا هاي ولا اشي. هلا هاي ما في وقت نخفقها. اوكي لا يعني بس نخفقها من هلا لما نخفقها خليني اشرح. بنخفقها على البلندر. اوكي بنحط بعدين بنحطها على الكريمه بنخفقها خفقه صغيره، وهذا الجيلاتين بنصير نضيفه شوي شوي، بنضيفه شوي شوي وبنحطه بالثلاجه بده تقريبا 3 ساعات، وبنحطها طبعا فوق البسكوت اللي حطيناه جوا الفرن. بنحطه فوق البسكوت وهي شكلها النهائي. اوكي طبعا زينيها بالزينها بالفراوله، اذا بدك اياها تلمع الفراوله بتجيبي عصير فراوله. أوكي. او عصير برتقال بتحطي عليه شويه نشا وعلى النار بتكثف. وبالفرشاي شو اسمه بتحط يعني بتدهنيها لل فهمت عليكي. اوكي هاي موجوده مع البسكوت صح ربا؟ بس طبقة البسكوت كثير رفيعه تحت. هي هون كثير رفيعه يعني عشان ما ناكل بسكوت. بدك الناس بدك يكتروا بسكوت بصير بس بصفي اكثر سعرات حراريه. اوكي يعطيك العافيه ربا كثير زاكيين شكلهم زاكي. هلا بنشوف الطعم. هاي طبعا عملنا فيش كيكس اللي هي كيكه السمك اللي هي اول مره انا يعني بشوفها هيك لايف، حسيتها كثير زاكيه وسهله. طبعا تشيز كيك كل حدا بيعمله بس المره بطريقه صحيه، بس تقدر تقيم الغطا بس السمك. اذا السمك نشوف كيف السمك هون ممكن يتفتفت بسرعه. اوكي هلا اذا على الكاميرا. اوكي بنقدر نشوف السمك هون بس نفرجي الناس بسرعه. اوكي المهم هذا الشكل النهائي. هلا السمك عادي هذا بيكون استوى. بس بنطلعه وبنهرسه يعني هيو مستوي عرفتي على البخار. شكرا بنطلعه وبنهرسه. يعطيك العافيه غلبناك اليوم معنا. على كل بدنا نذكر الناس بالويب سايت www.ruya.tv فيسبوك www.facebook.com/ruya.tv. بالنسبه لليوتيوب اللي حابين طبعا نشوف فقراتنا www.youtube.com/ruya.tv. اما ايميل برنامجنا فهو dunya_yadunya@ruya.tv. شكرا ربا غلبناك كثير. شكرا لك. بنشوفكم ان شاء الله مشاهدينا بكره بحلقه جديده وبرنامج جديد وفقرات جداد. خليكم معنا بكره ان شاء الله. باي.